الله الرحمن الرحيم. عزيزي المشاهد مساء الخير، وهذه إطلالة جديدة على تواشيح النهر الخالد. يحفظ لأستاذنا وصديقنا الدكتور عبد الله علي إبراهيم أنه أدخل إلى ديباجة الكتابة والثقافة والصحافة السودانية والتأليف عبارة عبق الأمكنة. وعبق الأمكنة هو تحريض معرفي لكي ندخل كل الحارات السودانية، كل المدن السودانية، لنكتشف تاريخها وحاضرها والمستقبل. هنالك في كل حارة نجيمات بعيدة تعطي الحارة دفئها وتعطيها عطرها، ومن ثم يتمدد هذا العطر ليشمل المدينة، بل في مرات كثيرة يشمل السودان كله. والتحريض الأول على هذا التوثيق الشفيف يبدأ من حي العرب، وما أدراك ما حي العرب. هذه باختصار ليلة الطرب في حي العرب. حيوضح لنا أخونا الباحث والأديب والسياسي بشرى النور، وحيغني لنا ود الحاوي، ومعنا مجموعة من الفنانين الشباب وفرقة من النجوم يتقدمها العازف العبقري وموثق الموسيقى السودانية أستاذ محمد عبد الله محمدية، وأنا ودكتور الماحي سليمان ضيوف. ومثلما يستقبل الأنبياء والعارفين والصالحين بالأناشيد يستقبلنا، أو هكذا ندعي، سكان حي العرب بأنشودة. والأنشودة اخترناها لصباياها وصبيانها، الزهور الباسمة. وهل هنالك حضور وتشريف واستقبال أندى وأكثر عطرا وترحابا أكثر من الزهور يا ماحي؟ نعم، لا أحسب ذلك. نعم. ياسر عبد الوهاب، والزهور بسمت لنا، ويطل أحمد الجابري بكل ما فيه من عطر ونداوة وشذا وأغنيات، وكذلك عبد الرحمن الريان. الزهور بسمات
هذه الحلقة نحن حنقسمها بين فراودة حي العرب إبراهيم عوض عبد المجيد وأحمد الجابري، ودي مباراة ساخنة جدا وأقوى ما نبدأ به التحديد والمعلومة. والدلحاوي لو سألناك يعني من ود الحاوي ومن ود الحاوي بتحيا العرب رباطاوي، اصلا رباطاوي، ويتشرف اني يكون رباطاوي، والرباطاب دائما الفكرة النير البديهة دي نزلت في العود يعني اختلط الدم الرباطابي بدم حي العرب وولد أحاسيس رائعة مأخوذة من أهل حي العرب وطيبتهم وأصلتهم. رحلوكم بالمناسبة النص الحلو، النص الخشي الرباطابي، النص الحلو حي العرب. و انتمائي لحي العرب بدأ الحقيقة قبل النص الحلو بزمالتي لأخي وصديقي الله يرحمه إبراهيم عوض وسيف الدسوقي وأحمد الجابري وأولاد المامون، ووجدت يعني مجال رائع وأنا وسط كوكبة من أعمامنا الشنقيطي، وهن الكوارتة أز عمر عبد السلام، أحمد محمد ومحمد جبارة، أهل الفلسفة والدبلوماسية، وآل محمد الحاج والناظر والفنوب والبخيت والدسوقي يا سيف الدسوقي يا عظيم، وشيخ عبد الله وآل الدر وآل عمر حسين خلف وآل حسين عبد القادر وآل الكباش وآل غرشي وناس العبادي وناس حلمي سيد أحمد، حلمي سيد أحمد وأكرر حلمي سيد أحمد، أهل الجلد والرأس والأشراف وناس علي حسين و كل الأحباب، وأنا آسف لو نسيت أحد وأنتم ما بتتنسوا. ود الحاوي بطريقته الدقيقة في توزيع حنانه يعني أصر أن يكتب أحبابه وخشوم البيوت في حي العرب. الماحي متى بدأت صلتك الجغرافية والفنية بحي العرب؟ والله يمكن هو حتى حي العرب يا هم درمان يعني، لكن نحن من منطقة بانت أبو كدوك إلى العرضة جنوب،
وعلاقتنا بحي العرب بدت برضو بأبراهيم عوض عليه الرحمة. تتسربوا انتم. نعم، أبراهيم عوض برضو كان صديق وكان علاقتنا به حميمة جدا، وطبعا يعتبر رقم صعب في خارطة الغناء في السودان، ونحن كنا سعداء جدا جدا بإبراهيم عوض، وأنا شاركته العزف في كثير من المناسبات والمنتديات الخاصة وحفلات التكريم اللي بيعملها له. فحقيقة إن السودان فقد شخصية مهمة جدا، وإذا نظرنا بنظر سريعة لما قدمه أبراهيم عوض، عمل نقلة كبيرة جدا في ما نسميه بالتفكير الموسيقي الجديد أو التفكير الغنائي الجديد، بمعنى إنه إذا كان مشينا بمرحلة المدرسة الفنية الأولى اللي هي الحقيبة والمدرسة الفنية الثانية اللي هي دخول الآلات الموسيقية، لكن حنجي لمرحلة الأصوات النادرة، الأصوات التي يعني خلقت ثقافة سمعية، ثقافة البصمة. نعم، بصمة قوية جدا جدا وضعها أبراهيم عوض في الغناء في السودان. أستاذنا بشرى الباحث الكبير، وهو دمه من هناك وروحه، عايزينك زي تقسم لنا حي العرب دي جغرافيا قبل أن تقسمها لنا فيما بعد إبداعيا. تهاني لشعبنا العظيم بشهر رمضان المبارك، وتلوح في الأفق الآن بشائر العيد، والعيد مبارك على الجميع. أنا سعيد جدا على حسن استقبالك واستبشارك بي للمساهمة في هذه الحلقة، وسعيد جدا أن أكون مع إسنام من صناع النغم والطرب، يمسكون الراية من المكان الذي سقطت فيه في معارك وساحات كثيرة جدا جدا. ما سقطت لكن انتكت شوية. انتكت شوية. أحيي هذه الجوغة الموسيقية التي كل ما رأيتها في الشاشة الفضية تذكرني ليالي الماضي الأندلسية والعباسية التي قرأت عنها ولم أحضرها. هجمت الشجون وهاجت الذكريات عندما سمعت هذه الأغنية، وهي أنزلها على العود أحمد الجابري من كلمات الأستاذ الجليل مربي الجيل عبد الرحمن الريح. عبد الرحمن الريح تأثر بصالح عبد السيد. تخيل الأستاذ قال شنو صالح عبد السيد؟ الغصون تتناول منه خمر الحان، والطيور تتناشد منه رايق الألحان، الفروع تتمايل ميلة الفرحان، والزهور بتصفق وبرقص الريحان. شوف الأستاذ قال شنو والتلميذ قال شنو، ولكن السؤال هنا أين الزهور هي؟ أنا جايك لتفاصيل حي العرب الجغرافية. أنا مرة سألت الأستاذ عبد الرحمن الريح، قلت له يا أستاذ الزهور اللي بتغني عنها دي تتذكر سبرنا ومجلسنا الظريف، ويوم كنا نجلس ونقطف زهرات الخريف، زهرات الخريف دي وين في حي العرب؟ وحي العرب ده حي قاحل. قام شرح لي المسألة دي، البيوت في حي العرب زمان يعني كان بيطلوها طلاء بروس الحيوانات، في حبوب بتكون ما اتهضمت، فمع المطر بتنبت هذه الحبيبات في شكل زهيرات. شوف التواضع هنا في وصف الطبيعة. قال لي دي الزهرات اللي نحن كنا بنصفها في شعرنا. حي العرب يا أخي العزيز الأستاذ حسين خوجلي هو ذلك الجزء الغربي من معقل الوطنية أم درمان الذي تفجر نبوقا وعبقرية وأسر الساحة وملأها فنا ورياضة وسياسة وأشياء كثيرة. أنا لا أقول الكلام ده لأني من ذلك الحي، حيث عشت بين ظلاله وتحت أشجاره وفوق كثبان رماله. كلا ثم كلا، أم درمان كلها كل ذرة فيها تنبت عبقرية، وكل حي فيه ميستو. إذا مشيت الموردة فيها شعراء، إذا مشيت ود البنا، إذا مشيت بروف، إذا مشيت حي العمدة، إذا مشيت المسالمة، إذا مشيت
والدرو كل الأحياء أبروف والنباوي كل حي له ميزته، ولكن حي العرب غذروا كان يكون كذا، بس لأنه جغرافيا كان أعرق وأقدم. وحدوده وين يعني؟ حدوده أول شيء حث شمالا بحي المظاهر. حي المظاهر ذا كان اسمه حي البرشوت، لأنه أيام وجود الاستعمار كانوا بيجوا يتدربوا بينزلوا بالبرشوت في المنطقة دي، فسمي حي البرشوت. ولكن ده القسم الشمالي، ده القسم الشمالي منه اللي هو بدأ بمستوصف المحسن عبد المنعم محمد، كان بنى مستوصف هناك. فتاني سموه المظاهر لأنه بدت فيه بعض المساكن تظهر. غربا يحد بجزء من المسالمة، لأن المسالمة دي ذاتها فيها شريط يتبع لاثنين خمسة، لكن ساكنين أقباطه فيه يعني جزء كبير جدا جدا إداريا يتبع إلى حي العرب. جنوبا يحد بالسوق، وفريق أهل جزء من أهلنا السوريين الذين قدموا من ثاني أكبر مدينة في سوريا اسمها حلب، واسمه فريق الحلب. ومن الأغوال الطريفة جدا للشاعر سيد عبد العزيز ده ناس لطيف صباغ من الأغوال اللطيفة وطريفة جدا لعمنا سيد عبد العزيز رحمة الله عليه، قال أنا ساكن في حلة أول حلب وآخر عرب. غربا يحط طبعا الآن بالمنطقة الصناعية، وذلك الامتداد الجديد الذي يسمى أمبدة وأنشأته أسرة أمبدة. يا سلام، أمبدة أسرة قيادية. لنزيد شجنك الجغرافي والإبداعي، أنا في شاعر حبيبي لقلبي، ودايرين نعمل المكافأة بين أو التوازن بين الجابري وإبراهيم عوض عليه الرحمة ومصطفى عبد الرحيم عليه الرحمة. نحن حنعمل تداخلات بين الزمان والمكان، والأغنية دي هي أغنية جميلة جدا لكنها غير محظوظة مثل السودان كله، يعني هذا القطر الجميل غير المحظوظ. فتذكار عزيز كأنها تشبه السودان، جميلة غير أنها غير محظوظة. عبد الخالق عبد الله وهو صوت شجي ودارس يذكرنا بأنشودة مصطفى عبد الرحيم الله يرحمه، وهو زميل صحافة وواحدة من أعزب الأغنيات التي كان يحبها الراحل إبراهيم عوض، تذكار عزيز. يا قلبي طول عمري
سلام.